العلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا. إن رحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا. بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، كيف حالكم؟ لبس عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير، تكون الامور كلها على خير وبخير. اذا مرحبا بكم في ملخص الاجتماعيات جميع دروس الدورة الاولى السنة الثالثة اعدادي استعدادا للفروض وكذلك الامتحان المحلي. اذا في البداية سنبدأ بمكون التاريخ، ثم مكون التربية على المواطنة، ثم مكون الجغرافيا. جميع الدروس الطريقة إن شاء الله لن أكثر الكلام حتى يكون الملخص في وقت وجيز، وهكذا إن شاء الله تكون عندكم الدروس مرتبة ترتيبا ذهنيا جميل جدا، وبالتالي أثناء الفرض وأثناء الامتحان يسهل عليكم استحضار محاور الدرس، وبالتالي إن شاء الله تكون نقاط رائعة. إذا نبدأ على بركة الله مكون التاريخ. الدرس الأول ازدهار الرأسمالية الأوروبية خلال القرن التاسع عشر. الدرس الثاني الإمبريالية وليدة الرأسمالية. والثالث الضغط الاستعماري على المغرب، ثم الحرب العالمية الأولى. والدرس الخامس انهيار الإمبراطورية العثمانية والتدخل الاستعماري في المشرق العربي، ثم وأخيرا أزمة 1929 الأسباب والمظاهر والنتائج. نبدأ على بركة الله. الدرس الأول في مكون التاريخ ازدهار الرأسمالية الأوروبية خلال القرن التاسع عشر. أولا نبدأ بمفهوم الرأسمالية، ثم مظاهر ازدهار الرأسمالية، ثم أنواع التركيز الرأسمالي، وأخيرا آثار ازدهار الرأسمالية على المجتمع. ما هي الرأسمالية؟ هي نظام اقتصادي يقوم على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج وحرية التبادل والمنافسة بدافع البحث عن الربح. مظاهر ازدهار الرأسمالية على المستوى التقني والصناعي، شهدت أوروبا خلال القرن التاسع عشر عدة اختراعات وصناعات في شتى المجالات، من أهمها المواصلات والنسيج والاتصالات اللاسلكية. على المستوى الكمي أي من حيث الكمية، أدى تطور الصناعات إلى انتشارها في عدة مناطق أوروبية، مما تطلب ضخ رؤوس أموال ضخمة. ظهرت الشركات مجهولة الاسم كاندماج لعدة مقاولات شخصية. أنواع التركيز الرأسمالي ثلاثة. أولا التركيز الأفقي، وهو اتحاد تنسيقي بين شركات متشابهة الإنتاج، مثلا شركات مختلفة تنتج السيارات، لحماية أسعار السيارات وتفادي المنافسة. التركيز العمودي هو اندماج عدة مؤسسات متكاملة، مثلا مجموعة من الشركات، الشركة الأولى تنتج عجلات السيارة، الشركة الثانية تنتج المحرك، وهكذا. فهذه الشركات متكاملة كلها تساهم في مسلسل صناعة منتوج واحد. وأخيرا شركات التملك هولدينغ، مؤسسات مالية كبرى تملك غالبية الأسهم في عدة شركات، عدة شركات، واحد شركة معينة تملك في هذه الشركات أغلبية الأسهم، وهي متعددة الاختصاصات. آثار ازدهار الرأسمالية على المجتمع. على المستوى البشري، شهدت أوروبا نموا ديموغرافيا، يعني واحد بالنسبة لعدد السكان، يعني واحد تزايد كبير خلال القرن التاسع عشر بسبب زيادة الإنتاج الفلاحي وتطور أساليب العلاج. إذن أصبحت المواد الأولية في حيث التغذية متوفرة، وكذلك أساليب العلاج، مما أدى يعني إلى انخفاض نسبة الوفاة. على المستوى الاجتماعي، شهدت أوروبا تفاوتا طبقيا خطيرا بين الطبقة البرجوازية، وهي التي تملك المصانع، والطبقة الفقيرة التي تتكون من العمال. إذن أصبح في أوروبا طبقتين، طبقة البرجوازية غنية جدا، وطبقة العمال طبقة فقيرة. إذن كما تلاحظون هذا ملخص للدرس، فيه زبدة الدرس تكفيك للإجابة على جميع الأسئلة، كما تكفيك لكتابة مقالة رائعة من خلال المقدمة، والتي هي تقديم للرأسمالية وطرح الأسئلة حول مظاهر وأنواع التركيز وأثر ازدهار الرأسمالية، ثم تدخل في العرض لمناقشة المظاهر وأنواع التركيز وأثر الازدهار من خلال هذه النقاط، ثم في الخاتمة تخرج بمثلا هذه الخاتمة، وهو ظهور طبقتين في أوروبا، طبقة برجوازية وطبقة فقيرة، وهكذا في سائر الدروس. إذا ننتقل إلى الدرس الثاني، وهو الإمبريالية وليدة الرأس
مالية. إذن أولا ما هي الإمبريالية، ثم ما هي مظاهر ومبررات هذه الحركة، وأخيرا الاحتلال الفرنسي للجزائر نموذجا للتوسع الإمبريالي. إذن الإمبريالية ما هي؟ هي حركة استعمارية توسعية ظهرت في أوروبا خلال القرن التاسع عشر، وتهدف إلى الحصول على مناطق جديدة لتصدير الفائض الصناعي والبشري وجلب المواد الأولية. مظاهر ومبررات الحركة، نبدأ بالمظاهر. تركز التنافس الاستعماري على قارتي آسيا وإفريقيا، وساهمت فيه جل الدول الأوروبية تتقدمها إنجلترا وفرنسا، حيث اختلفت مظاهر التوسع. فهناك الإدارة الاستعمارية المباشرة، ثم النوع الثاني وهو نظام الحماية فيما يخص مظاهر التوسع الإمبريالي، ثم المبررات، نشر الحضارة والديانة المسيحية بين الشعوب، إذا هذا مبرر للحركة الإمبريالية بين شعوب العالم، إخراج الدول الضعيفة من ظلمات الجهل، هذا مبرر يعني لاحتلالها للبلدان، نشر مبادئ الحرية بدول العالم، إذا هذه مبررات ينبغي التركيز عليها. ثم ننتقل إلى الاحتلال الفرنسي للجزائر نموذجا للتوسع الإمبريالي. مبررات ودوافع احتلال الجزائر من طرف فرنسا. تعرضت الجزائر للاحتلال الفرنسي منذ سنة 1830 ميلادية، وترجع أسباب هذا الاحتلال إلى رغبة فرنسا في استغلال خيرات الجزائر الفلاحية والمدنية. إذن هذه المبررات، استغلال خيرات الجزائر الفلاحية والمعدنية والسيطرة على الموقع الاستراتيجي للمنطقة، بالإضافة إلى سعيها لصرف الأنظار عن المشاكل السياسية والاجتماعية الداخلية أي في فرنسا. ثم مراحل الاحتلال ورد فعل المقاومة الجزائرية. تعرضت الجزائر للاحتلال كما مر معنا الفرنسي سنة 1830، وترجع أسباب هذا الاحتلال إلى رغبة فرنسا في استغلال خيرات الجزائر الفلاحية والمعدنية والسيطرة على الموقع الاستراتيجي للمنطقة، ويرجع ذلك إلى المقاومة الشديدة، حيث يعني تلقت هذه هذا الاحتلال الفرنسي واحد المقاومة شديدة جدا من الشعب الجزائري على قيادة الأمير عبد القادر في الغرب ومقاومة الباي أحمد بالشرق. إذن هذه أنواع المقاومة التي تلقاها الاحتلال الفرنسي فيما يخص رد الفعل الذي قامت به المقاومة الجزائرية. ثم ننتقل إلى الدرس الموالي وهو الضغط الاستعماري على المغرب. تعرض المغرب لضغوط استعمارية قوية منذ سنة 1844 ميلادية. أولا الضغوط العسكرية، ثم الضغوط الاقتصادية، ثم الضغوط السياسية للإصلاحات وفشلها. أولا الضغوط العسكرية، تضرعت فرنسا بمساعدة القبائل الشرقية للأمير عبد القادر للهجوم عليه وهزمه في معركة إيسلي سنة 1844، ففرضت عليه معاهدة لالا مغنية سنة 1845، حينما قرر المغرب مساعدة الأمير عبد القادر في معاركه ضد فرنسا. ثم استغلت إسبانيا كذلك انهزام المغرب أمام فرنسا، فاحتلت الجزر الجعفرية سنة 1848، ولتوسيع مجالها بالشمال شنت حربا على المغرب وهزمته في معركة تطوان سنة 1860، وفرضت عليه شروطا مالية قاسية. الضغوط الاقتصادية، أدى انهزام المغرب أمام فرنسا وإسبانيا إلى خضوعها تدريجيا للتغلغل الاقتصادي الأوروبي. فرضت بريطانيا على المغرب معاهدة تجارية سنة 1856، حصلت بموجبها على امتيازات ضريبية وقضائية بطبيعة الحال لفائدة بريطانيا. ثم ننتقل إلى الإصلاحات السياسية التي قام بها المغرب. أولا في المجال العسكري، شراء الأسلحة وبناء المعامل الحربية وتكوين جيش نظامي. في المجال التعليمي، تم إرسال بعثات طلابية إلى العديد من الدول الأوروبية قصد تلقي العلوم. في المجال الاقتصادي والمالي، ضبط السكة الحديدية وسك نقود جديدة وتطوير بعض المزروعات الصناعية. العوامل الداخلية التي واجهت الإصلاحات السياسية، تزايد عدد المحميين في المغرب، رفض العلماء والفقهاء للإصلاحات، اعتلاء عرش المغرب سلطان صغير السن وهو المولى عبد العزيز 13 سنة فقط، حدوث
ثورات اجتماعية كثورة بوحمارة، عدم توفر الإمكانيات المالية اللازمة للإصلاح، الآن العوامل الخارجية التي أدت إلى فشل الإصلاح، تزايد الضغوط الأوروبية على المغرب وفرضهم ورفضهم للإصلاحات، كذلك ارتفاع حجم الديون الخارجية، توقيع فرنسا لمجموعة من الاتفاقيات مع الدول الأوروبية من طبيعة الحال من أجل الانفراد بالمغرب، أي الانفراد باحتلال المغرب. ثم ننتقل إلى الحرب العالمية الأولى، أسبابها، مراحلها، خصائصها ونتائجها. أسباب الحرب العالمية تنقسم إلى قسمين، غير مباشرة ومباشرة. الغير مباشرة كتوتر العلاقات الدولية في مطلع القرن العشرين، تزايد التنافس الاقتصادي والتجاري بين الدول الإمبريالية، دخول الدول الإمبريالية في تحالفات ووفاقات سياسية وعسكرية، كذلك السباق نحو التسلح. إذن هذه هي أهم الأسباب الغير مباشرة. أما المباشرة فأولها اغتيال ولي عهد النمسا في صربيا سنة 1914. مراحلها، المرحلة الأولى من 1914 إلى 1917 تميزت بتفوق وانتصار دول المركز بزعامة ألمانيا. ثم المرحلة الثانية 1917-1918 تميزت بانسحاب روسيا بعد قيام الثورة البولشيفية ودخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب، فانقلبت الكفة لصالح دول الوفاق ولم تعد ألمانيا تحمل الحرب فاستسلمت. خصائصها، تميزت الحرب بعدة خصائص، أولا طول المدة أكثر من 4 سنوات، تعدد أطرافها، فداحة خسائرها البشرية والاقتصادية، استعمال وسائل متطورة، دبابات، طائرات، غازات سامة. نتائجها، إذن عندنا الخسائر البشرية، انخفاض معدل الوفاة، انتشار ظاهرة الشيخوخة، خروج المرأة إلى سوق الشغل، انتشار البطالة والفقر. ثم الخسائر الاقتصادية، نقص في المواد الأولية، تراجع الإنتاج الفلاحي والصناعي، تدمير البنية التحتية وهكذا. ثم النتائج السياسية، فرض مجموعة من المعاهدات أو معاهدة الصلح على الدول المنهزمة، تضمنت شروطا قاسية كشروط فرساي على ألمانيا 1919، تغير خارطة أوروبا وتقلص مساحة الدول المنهزمة، إنشاء عصبة الأمم 1919 لحفظ السلام. ثم ننتقل إلى الدرس الموالي، وهو انهيار الإمبراطورية العثمانية والتدخل الاستعماري في المشرق العربي. أولا أوضاع الإمبراطورية العثمانية، ثم محاولة الإصلاح، ثم أساليب التدخل الاستعماري وأسباب انهيار الإمبراطورية وتفكك الإمبراطورية العثمانية. أولا الأوضاع، إذا تعرضت الإمبراطورية العثمانية بعد فشل حصار فيينا لجملة من الهزائم العسكرية، وفرضت عليها عدة معاهدات منذ أواخر القرن السابع عشر، وكذلك تدخل الجيش الانكشاري في أمور الحكم، يعني الجيش الحكومي، صعوبات مالية وارتفاع الضرائب. ثم ننتقل إلى محاولات الإصلاح، في أواخر القرن الثامن عشر لجأت الدولة إلى سلسلة من الإصلاحات العسكرية الاقتصادية وكذلك السياسية. الصعوبات التي واجهت هذه الإصلاحات، معارضة الفقهاء، صعوبات مالية تجلت في نقص الموارد وارتفاع الديون، فساد الإدارة العثمانية، سقوط في الديون الأجنبية. أساليب التدخل الاستعماري، كيف تدخلت الدول الإمبريالية في الإمبراطورية العثمانية؟ إذن عندنا التدخل الاقتصادي، التدخل الديني، والتدخل السياسي، والتدخل القضائي، وهذه نقاط هذه التدخلات. ثم أسباب انهيار الإمبراطورية العثمانية، الصراعات السياسية الداخلية، حروب البلقان، قيام الثورة العربية، ثلاث عوامل داخلية. العوامل الخارجية، تآمر الفرنسي الإنجليزي، الهزيمة في الحرب العالمية الأولى. ثم أخيرا تفكك الإمبراطورية العثمانية عقب انهيار الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى. تمكنت بريطانيا وفرنسا من احتلال المشرق العربي وتقسيمه إلى كيانات سياسية متعددة، مما سيؤدي إلى تفكك الحركات القومية وظهور حركات وطنية تطالب بالاستقلال. ثم ننتقل إلى درس أزمة 1929، الأسباب والمظاهر والنتائج. أولا الأسباب، ثم المظاهر، ثم نتائج هذه الأزمة. الأسباب تنقسم إلى قسمين، أسباب غير مباشرة وأسباب مباشرة. أما الأسباب الغير مباشرة، فبعد الحرب العالمية الأولى انهار اقتصاد أوروبا وانتعش اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أصبحت تزود أوروبا بحاجيات الصناعة والفلاحة طيلة فترة الحرب، فتطور الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 50% بعد توحيد الإنتاج، فحققت الولايات المتحدة أرباحا ضخمة
جدا. ننتقل إلى السبب المباشر انطلاقة الأزمة الاقتصادية في يوم الخميس الأسود أو ما يسمى بالخميس الأسود 24 أكتوبر 1929، حيث حدث انهيار مفاجئ في قيمة الأسهم ببورصة وول ستريت بنيويورك نتيجة طرح 19 مليون سهم للبيع دفعة واحدة، فأصبح العرض أكثر من الطلب فانهارت قيمة الأسهم، فعجز بذلك المضاربون عن تسديد ديونهم مما أدى إلى إفلاس الأبناك. ثم ننتقل إلى المظاهر، وهي مظاهر الأزمة وانتشار الأزمة. بالنسبة إلى المظاهر، تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي العالمي في ما عدا روسيا واليابان، إفلاس المؤسسات التجارية والصناعية والسقوط في المديونية وغير ذلك. انتشار الأزمة من البورصة لتشمل مجالات أخرى كالصناعة والسكك الحديدية والخدمات العمومية، فاضطرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب رصاميلها المستثمر بالخارج، كما أوقفت إعانتها للدول الأوروبية، فامتدت الأزمة إلى الدول الصناعية الأوروبية. وبفعل ارتباط هذه الدول الأوروبية اقتصاديا بالمستعمرات، انتشرت الأزمة إلى داخل المستعمرات لتصبح هذه الأزمة أزمة عالمية. نتائج أزمة 1927 وسبل مواجهتها. إذن عندنا النتائج الاقتصادية والاجتماعية للأزمة. توقفت البنوك عن إقراض المؤسسات الصناعية مما أدى إلى إغلاق معظمها، وبالتالي انخفاض الإنتاج وانتشار البطالة في الدول الرأسمالية، وتجاوز عدد العاطلين في الولايات المتحدة الأمريكية 15 مليون عاطل، كما تضرر قطاع الفلاحة إذ تضخم الإنتاج وانخفضت الأسعار، فعجز الفلاحون عن تسديد الديون. النتائج السياسية للأزمة، تدخلت الدول الرأسمالية في اقتصاداتها بشكل مباشر لتخفيف من تدهور الأوضاع، فطبقت الولايات المتحدة في عهد روزفلت الخطة الجديدة بإنجاز الأشغال الكبرى من سدود وطرق وتقليص ساعات العمل لتشغيل العاطلين وتقليص المساحات المزروعة مع تعويض الفلاح لتخفيض الإنتاج ورفع الأسعار والتأمين على البطالة. أما الدول الأوروبية الديمقراطية مثل فرنسا فطبقت نفس الإجراءات وفرضت السياسة الحمائية على أسواقها ومستعمراتها، فتضررت الدول الدكتاتورية مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان، فنهجت سياسة التوسع، وبذلك سيعود التوتر من جديد إلى أوروبا والعالم.